بيك فيك شي؟ مراد بيك، مراد بيك، مراد بيك، بدي الدكتور، بدي الدكتور، طلب الدكتور. شو رأيك دكتور؟ كمل الدواء تبعك وحاول تريح حالك، والتوتر الزايد والعصبية. دكتور أنا بعرف كل هالأمور، حكيني بصراحة قديش بقي بعمري. مراد بيك، هذا المرض، يعني أنت قاومت هذا المرض مع أنه كان صعب هالشي. دكتور يعني قديش ممكن عيش؟ قليل. قديش؟ تقريبا شهرين. ما بدي حدا يعرف بهذا الشي دكتور. شي اكيد بدك شي قبل ما امشي؟ لا تعال عندي. امرني يا بيك. جيبولي إيلين لعندي. واذا ما رضيت تجي جيبوها. حاضر يا بيك. بكره بكون باسطنبول. لاني اشتقت لك كثير. انا كمان اشتقت لك كثير يا عمري. ليك رح تنام وتفيق، وتنام وتفيق بكون رجعت. هلا بدي انزل على الشغل. ماشي؟ ماشي. وهي بوسه كبيره وسلم على ستك واخواتك وبوس لي اياهم. طيب. امي منيحه قالت رح تجي بكره. وبتسلم عليكم وتبوسكم. الله يسلم لي اياك ويسلمها. تاتي أنا نازلة على السوق، كريم رح يجي وياخدني. وليش هالروحة هلأ يا بنت؟ لشو طلعتك هلأ يا بنتي؟ ما لزوم الطلعة بهيك وقت. حابة اتفرج على المحلات وعلى التياب، ما بتأخر. ها كريم وصل. يلا باي. مع السلامة. تفضل كريم. يسلم. الله يسلمك إلين خانو. الله معك.